انا ما عنديش رفاهيه اقف اعيط، ما عنديش رفاهيه ان انا اشتكي، ما عنديش رفاهيه ان انا اقف اقول لا ده ظلموني، ما عنديش رفاهيه ان انا اشتكي بالقانون، ما عنديش رفاهيه لاي حاجه. انا اتعلمت ان انا اخد حقي بايدي منين؟ من السنين اللي انا كنت بدشمل فيها. فكره ان الواحد عايز يبقى عنده 18 و19 سنه ويبقى غني ومشهور ومعاه فلوس ازاي؟ بلا سيبك يا سيدي من موضوع ان انت غني ومشهور وخلافه، هفترض ان هي ضربت معاك وعديت. ضربت معاك يابا وركبتن اكس 6 من وانت عندك 18 سنه. هتوصل 30 سنه هيبقى شكلك عامل ازاي؟ هيبقى شكلك عامل زي بريتني، فاكر بريتني سبيرز؟ بريتني سبيرز واحنا صغيرين كانت ايه؟ اوعى بقى وبريتني سبيرز فين بريتني سبيرز دلوقتي؟ ما بين المصحات النفسيه بتتبنى. فين ميكالكي كولكن اللي هو كان بيعمل سلسله هوم الون؟ الورد الصغير كان بيعمل سلسله هوم، عمال يتنقل ما بين المصحات النفسيه من هنا لهنا لهنا لهنا، ودنيا تشيله ودنيا تحطه، وشويه ياخدوه مدمن، وشويه ياخدوه سليم، وشويه مش عارفين شويه ايه؟ وهكذا. وانتهت الحياه بالنسبه له خلاص، ليه؟ عشان خد كل حاجه في سن صغير، فعشان خد كل حاجه في سن صغير كله حوار فاضي. ليه؟ لان مش فكره ان ربنا بيبتليك بفقدان الشيء، قد يبتليك ربنا بفقدان الشيء، وانا فقدت حاجات وانا كبير. ولكن هي الفكره ان انت لما بتاخد الحاجه في سن صغير انت ما بتعرفش ان انت تهندلها، ما بتتربيش تربيه سويه، ما بتعيش حياه طبيعيه، فبتبقى النتيجه ان انت مش عارف تتعامل. فسواء انت شغلت نفسك بالانجاز وقدرت ان انت تحققه، مش هتقدر ان انت تحافظ عليه في سن صغير. ولو انت شغلت نفسك بان انت عمال تبص على اللي بيحققوا الانجازات وبتلوم نفسك ان انت ما حققتش حاجه، انت مش هتقدر ان انت تحقق حاجه. اللي مطلوب منك ان انت تعيش التسلسل الطبيعي بتاع الحياه، ابتدائي اعدادي ثانوي كليه، وفي الوقت ده